إذاعة سلطنة عمان. كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم. رأيت أننا كنا شخصا واحدا تجمعنا أنا واحدة، أراه حين أنظر في المرآة وأراني، ذاكرتنا واحدة وجسدنا واحد وصوتنا واحد. لم يكن اسمنا ودود أو نمير، لا أعرف الاسم. خرجت أو أخرجت أنا من تلك الأنا، انسلخت وهجرت بغداد وسافرت بعيدا، وعندما عدت لم أعرف ودود، لأنه هو الآخر كان قد انسلخ عن أنا أيضا وأصبح شخصا آخر، لذلك لم يعرفني. أنا جمعت بين ودود وبيني، لأنني نريد أن نعرف ما حدث لودود، لأنه كان سيحدث لي. كان هذا مقطعا من الرواية الأدبية التي سنتناولها في حلقة اليوم، رواية عربية صعدت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام 2017. إنها رواية فهرس للروائي العراقي سنان أنطون الصادرة عن دار الجمل عام 2016. هذه الرواية سنقلب صفحاتها ونتعرف على جمالياتها في الوقت القادم بصحبة الكاتب هلال البادي. مرحبا بك هلال في كتاب عجبني. مرحبا بك سليمان وبكافة المستمعين. أهلا بك. فهرس رواية، طبعا أنت تحب أو متابع جيد لروايات البوكر، وربما هذه أيضا من الروايات التي قرأتها وهي صعدت للقائمة الطويلة لعام 2017. لهذا السبب اخترتها أم سبب آخر؟ هو للتوضيح، قد بدأت في قراءتها قبل ما تعلن نتائج القائمة الطويلة أيامها للبوكر، ويعني صعدت هي للبوكر، كانت تستحق بالنسبة لي أنها تصعد أيضا للقائمة القصيرة فيما بعد، ولكن للجنة التحكيم رؤى أخرى في هذا الأمر. بالنسبة لي اخترت هذه الرواية لأنها ليست لأنها صعدت للبوكر أو أنها رواية جميلة بالنسبة للقائمة الطويلة أو القصيرة، وإنما لأسباب أخرى تتعلق بجمالياتها وأيضا تتعلق بموضوعها اللي هو الموضوع العراقي. نعم، الموضوع العراقي كان حاضرا في روايات سنان أنطون الماضية، واثنتان من هذه الروايات استعرضناها في برنامج كتاب عجبني، وحدها شجرة الرمان ويا مريم، وكلتاهما أيضا كانتا عن المأساة العراقية والموضوع العراقي. ماذا تختلف فهرس عن روايات سنان أنطون الأخرى؟ هذه بالمناسبة رغم أن الروايتين أو الروايات الثلاث الأخرى موجودة لدي لسنان أنطون، لكني حتى الآن لم يعني لا أقول أنني جرأت على قراءتها
لكن حتى الآن لم أجدولها في القراءة. كنت دائما وفي أي عمل كتابي أقرأه أقلب الصفحات الأولى، فإن أجدت أو وجدت نفسي في هذا العمل بسرعة أبدأ في قراءته متتبعا بقية الصفحات. هذا ما حدث مع فهرس من بداية الرواية وحتى نهايتها، شدتني من أول الكلمات التي أوردها، بالإضافة إلى أنه كان الجو يساعد على قراءة مثل العمل. كنت أنهيت الموت عمل شاق في تلك الفترة، وهي رواية تستحق القراءة، ولخالد خليفة. ثيمتها عن سوريا وعن الوضع السوري، الموت عمل شاق. ما يعني يجعلني أقترب من هذه الرواية فهرس أيضا أن العراق قريبة من سوريا ومن المأساة السورية إلى حد ما، وتتشابك معها في كثير من التفاصيل في المأساة الحالية. لذلك بدأت أقرأ هذه الرواية، لأنه ليس هناك فقط المتعة في العمل الرواية، وإنما تأخذني أيضا ماذا يريد هذا الكاتب من كتابة هذا العمل، يعني ومقاربة بأعمال أخرى كتبت في المأساة العراقية أو السورية. ولذلك ذهبت وأكملت هذه الرواية بالنسبة لسنان أنطون، رغم أن هناك روايات أخرى سبقتها لم أطلع عليها حتى الآن. نعم، سنان أنطون يختار هذه المرة بطلا قريبا من عالمه، بل يكاد يتطابق مع شخصية سنان أنطون، وهذا أيضا أحد أسرار هذا العمل وأحد أسرار إعجابي به بهذه الرواية. في منتصف الرواية، أو لأقل عندما وصلت إلى عمق الرواية، سألت نفسي هذا السؤال: ما الذي يريد أن يوصلني إليه هذا الكاتب أو هذا الرواية؟ هناك شخصية وحيدة وهي شخصية الكاتب، ثم الشخصية المرادفة له وهي شخصية ودود عبد الكريم، أو الشخصية البطلة التي يريد الكتابة عنها. اكتشفت أنه هو يكتب عن شخصيته هو وعن الأحداث التي يعني تحدث له في الولايات المتحدة، وعن مجرياته اليومية، وأيضا عن المواقف في كتابة تفاصيل تتعلق بشخصية ودود، لكنه لا يذهب إلى عمق الرواية التي المفترض في هذا العمل، لأن هناك رواية أخرى التي يكتبها ودود عبد الكريم، أو الكتاب الذي يكتبه ودود عبد الكريم، لا نأخذ منه إلا تفاصيل بسيطة بين الفينة والأخرى. وعلى قولة المؤلف الضمني داخل الرواية اللي هو نمير، نجد أنه هذه العملية لم تكن مكتملة، وهناك إصحاحات وتصحيحات كثيرة تجري من قبل ودود بالنسبة للعمل أو الكتاب الذي يريد كتابته وهو الفهرس. ولذلك وصلت إلى قناعة أن هناك تطابق بين الشخصيتين، وأنه يعني التطابق يعني واضح. مثلا الدكتور نمير، وهو معروف طبعا أن أيضا سنان أنطون دكتور جامعي، كلاهما يدرس الأدب العربي في جامعة أمريكا، كلاهما خاض تجربة تسجيل وإخراج الأفلام الوثائقية عن العراق تحديدا، بل إن كليهما أيضا مر على جامعتي هارفارد ونيويورك. والطريف أيضا أنه بطل الرواية يتمنى أن يكتب رواية عن مغسل أموات، وهذا هذه هي ثيمة الرواية وحدها شجرة الرمان. صحيح. هنا يعني ما الذي يريد أن يقوله سنان أنطون في النهاية في هذا العمل؟ هل هي قصة سنان أنطون، هل هي قصة بطله الأول المغترب نمير، هل هي قصة البطل ودود، هل هي قصة العراق؟ تذهب في النهاية إلى أنه من اغترب يعني ترك العراق بعد 90 أو حتى قبل ذلك وبعد الحرب حتى، له مأساته التي ما زالت تربطه بالعراق، رغم أنه انسلخ تماما عن العراق، أصبحت له ثقافته المتجذرة الجديدة في مكان الغربة في الولايات المتحدة مثلا.
نعم. يعني شخصية نمير هنا نجدها لديه صديقة هجرته، لديه صديقة جديدة، يعني التفت إليه، لديه هجران لوالده منذ ربما 20 عاما لم يلتقي به، أخوه أيضا لم يلتقي به في وهما أو هم موجودون في الولايات المتحدة منذ التسعينات في سيرورة الرواية. فكل هذا يدور في إطار أيضا القصة التي يكتبها أو قصة ودود عبد الكريم وما يأتي به في طيات الكتاب الذي يؤلفه والذي اسمه فهرس أو الفهرس في طيات هذا الكتاب. ودود عبد الكريم شخصية أيضا يعني تلوفها كثير من الإشكاليات التي تتعلق بالشخصية العراقية التي دمرت وسحقت من قبل أقرب المقربين بالنسبة له، ولكنه يستطيع أن يؤلف هذا الكتاب، يستطيع أن يأتي بحكايات غير يعني غير حكايات البشر، غير حكايات البشر، ولكنها في النهاية تحكي عن البشر وعن المكان وهو المكان العراقي وكيف تم تدميره بشكل أو بآخر، دون أن يوصل لي أنه أن الحرب مثلا دمرت العراق، لكنه يوصل بطريقة أو بأخرى هذا المعنى بدون أن يشير إشارة واضحة إلى هذا الأمر. ولذلك هذا سر بالنسبة لي من أسرار جمالية هذا العمل الروائي لسنان أنطون. نعم. بالنسبة للتقنيات السردية في هذا في هذه الرواية، نجد أي أن هناك تقنية كثيرة ما صارت تتكرر في الآونة الأخيرة، وهي تقنية المخطوط الذي يقرأه الروائي أو البطل ويعود إليه بين فترة وأخرى. بالنسبة لهذه التقنية، أول ما بدأت في هذه الرواية أو لأقول عندما وصلت إلى جزء كبير وإلى الفهم أن هذه الشخصية تلتبس بشخصية ودود، والمقطع الذي ذكرته قبل قليل للمستمعين الكرام يوضح هذا الأمر، أنه هناك التباس بين الشخصيتين، شخصية ودود وشخصية نمير. ذكرني برواية يعني شهيرة اللي هي القلعة البيضاء أرهان باموق، يعتملها مع الفوارق الفكرية والمنحنى الحدثي الذي دار في رواية القلعة البيضاء، لكن ذكرني بهذه الرواية من حيث التقنية أولا، ومن حيث الالتباس بين الشخصيتين التي تنتهي دون أن نعرف من المتحدث أمامنا في قلعة البيضاء مثلا. يعني هذه التقنية أصبحت منتشرة فعلا، وليس هذا العمل الأول الذي أقرأه بهذه التقنية عربيا على الأقل. هناك رواية لأقول نادي السيارات لعلاء الأسواني نفس التقنية تقريبا، لو أن مسافرا في ليلة شتاء أيضا لإيطالو كالفينو تقريبا. حاليا أيضا تستطيع أن تقول هناك رواية إلياس خوري أيضا أولاد الجيتو، والتي كانت في القائمة القصيرة، تعتمد إلى حد ما على تقنية المخطوط بطريقة أو بأخرى في هذا الأمر، وهو أيضا أمر يجعل رتابة العمل تنتفي، عمل الروائي تنتفي تقريبا لدى المتلقي وتجعله ينجذب إلى هذا العمل. نعم. بالنسبة للغة، يعني نجد أيضا في هذه الرواية اللغة تنحو إلى الشاعرية في كثير من مقاطعها، وليس ذلك فحسب، هناك مقاطع شعرية كاملة سواء لسنان أنطون أو لاستخدام لأبي نواس وشعراء عراقيين أبو حيان التوحيدي قديمين موجودين في عربيا، يعني سواء في العصر الحديث أو في العصور العباسية أو العصور المتأخرة، نجدها حاضرة في مقاطع بأكملها، مما أضفى على الرواية يعني بعد جميل. أضف إلى ذلك أنه هذه المقاطع كان ربما يقول لك أحدهم أنها ليست بضرورة، أن ربما تحذفها، ولكن عندما نكتشف الصديقة الجديدة التي صادقت نمير في الرواية أو الكاتب داخل الرواية، نجد أنه يعني كلها مبررة، وخاصة أنه هو كان يدرس عن شخصية شعرية أو شعرية في دراسته لدراسة الدكتوراه،
بحثه في الدكتوراه، فهذا كله كان مبرر وبطريقة جميلة ومما أضفى جمالية أخرى على العمل الروائي. نعم. ولا ننسى هنا نقطة أنه أيضا سنان أنطون هو شاعر في الأساس، لديه إمكانية أنه يتحكم في المجال اللغوي. نعم، أيضا اللهجة العامية العراقية تحديدا أيضا أضفت جمالية حضرت. جميلة، وكانت أيضا من إحدى المقومات الجميلة في هذه الرواية. نعم، نصل إلى نهاية الحلقة وسأسألك سؤال النهاية. يعني سنان أنطون في هذه الرواية اخترع نهايات وليس نهاية واحدة فقط. وهذه أيضا من الأشياء الجميلة بالنسبة لي، عندما يعني وصلنا إلى الصفحات الأخيرة كنت أقول ما الحدث الذي يريد أن يقول، لا أعرف عن ودود ولا أعرف عن يعني ما الذي حدث للشخصيتين المتقاربتين أو يعني المتطابقتين لحد كبير. النهايات التي وضعها يعني سنان أنطون في هذه الرواية المتعددة أو المقترحة كما يسميها في الرواية أضفت بعدا آخر على العمل الروائي، وكان يقول أن نهاية العراق اليوم هي نهاية متعددة، بإمكانكم أن تختاروا ما شئتم، أنتم بإمكانكم أن تختاروا النهاية، هل هي نهاية تفجير كما إحدى النهايات تقول أنه ودود فجر نفسه، هل هي نهاية أنه دخل المصحة، هل هي نهاية مختلفة عن ذلك. كل هذه النهايات قائمة وموجودة. وأيضا هذا يذكرني ببعض الأعمال الفنية في السينما العربية عموما التي ظهرت التي تشير إلى عدة نهايات للعمل الفني، وكانت مختلفة تماما وأعطت بعدا فنيا آخر لذلك العمل الفني. نعم، بحديث النهايات نأتي إلى نهاية هذا الحوار الجميل معك الكاتب العماني هلال البادي، وقد أضأت لنا رواية فهرس للكاتب العراقي سنان أنطون، رواية الصاعدة للقائمة الطويلة في جائزة البوكر العربية لعام 2017 والصادرة عن دار الجمل. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.